نضلني وحيدة وقاعدة لحالي بالغرفة، كنت أرسم عشان فش خلقي. صار ولاد الحي ولاد الجيران يجوا لعندي حتى علمهم، علمتهم اشي انا تعلمتهم بكفى، وعلمتهم شو ممكن يواجهوا بالشارع، لمين بيقدروا يقولوا وشو بيعملوا دغري. حسيت ان كتير استفادوا، صاروا يجوا منلعب سوا، بيخبروني كل شي بيصير معهم، بيوثقوا فيي. كتير استفادت، كنت خجولة، صارت قد حالها، صارت تطور من حالها. الجلسات اللي عم يعطوها المراهقين بتساعدهم انه يصير عندهم ثقة بنفسهم أكتر، بتعززن قدراتهم وبتمكنهم وبتخليهم يحسوا انه هن لهم دور أساسي بقلب المجتمع.